عودة إلى سياسة الديمقراطيين، يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن خفض قوات بلاده المتواجدة منذ عقود في المنطقة العربية. وول ستريت جورنال كشفت عن وجهة أمريكا الجديدة نحو آسيا على غرار إدارة أوباما واستراتيجية مواجهة الصراع مع الصين. لم تحدد بعد خطوات البرنامج الأمريكي في العراق لكن الصحيفة كشفت عن توجه واشنطن للتدخل في يوميات المواطن العراقي بمحاربة الفساد المستشري في بلاده. لم تفتح أوراق الحوار الاستراتيجي منذ تسلم بايدن منصبه إلا أن تحديات تقرأ في الأوراق الجديدة لإدارة واشنطن فيما يتعلق بتحييد التدخل الإيراني وصناعة الهدوء والاستقرار جميعها تحدد مصير التغيير الجذري الذي تنوي عليه أمريكا في الشرق الأوسط بالعموم والعراق بالخصوص غير أنه تغيير حذر يقرأ بمخاوف تزايد المسيرات في المنطقة كما تفعل جماعة الحوثي في اليمن ومثلها عصابة السلاح المنفلت في العراق